وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. اجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد في هذه الانطلاقة لتعلن انطلاقة الشوط السابع للقعدان الثنايا المحليات. على بركة الله انطلقت الشعارات واندفعت الأسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس مباشرة مع المركز الأول، مع الصدارة، مع الانطلاق الأول. ليتابع مروح مصبح بن سيف بن كاسب المسافري مقدما لمروح، لكن الانتقال إلى المركز الثاني إلى التسلل في هذه اللحظات. ليتابع سراب خالد بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن بروك الحميري مقدما في هذه اللحظات بينما المركز الثالث القادم والمنطلق. أتابع حشيم سعيد بن حمد بن ساعد الدرعي هو المنطلق والحاضر مع حشيم المركز الرابع. القدوم والحضور. أتابع الاسم القادم، وصلكم ريان حمد بن محمد بن حاده الاكتبي مقدما لريان هو الحاضر مع المركز الرابع. المركز الخامس الانطلاق والحضور. اتابع مياس راشد بن مرشود بن راشد المنصوري مقدما شعاره في هذه اللحظات. يا اسماء يا شعارات. المركز السابع القادم مدرار حمد بن علي بن عمير بن علي الاكتبي مقدما شعاره. المركز الثامن القادم الوسمي ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي هو المنطلق، بينما المركز التاسع الحاضر والمنطلق. أتابع هذا الشعار وأتابع الاسم القادم. أتابع هملول سالم بن سعيد العامري، وعاشرا ليختتم النداء مع مروح مصبح بن سيف بن كاسب المسافري. هكذا هي النتيجة لل عشرة الأسماء المتقدمين، ولكن نعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول. ما زال سراب بشعار خالد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري يحتل المركز الأول، يحتل الصدارة في هذه اللحظات. معلن هذا التحدي وهذا الانطلاق الكبير سراب من يحتل الصدارة، ولكن الحضور والوصول من الشعار القادم، من الشعار المنطلق والمتحدي في هذه اللحظات. القادم في هذه اللحظات مزاح القادم والمنطلق ريان حمد بن محمد بن علي بن حاذا الاكتبي هو الحاضر مع ريان في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث القادم مياس راشد بن مرشود بن راشد المنصوري المركز الرابع. أتابع انطلاقة وتحدي غازي ناصر بن محمد
بن مصلح الأحبابي. وصلكم بن مصلح تقدم في هذه اللحظات، وأيضا مرحبا مرحبا بالشعار القادم. وصل الشارد مظفر بن محمد بن خموشة العامري قادم بانطلاقة الشارد، ولكن نعود بعد النداء الثاني للمركز الأول إلى الصدارة. من يحتل المركز الأول ومن ينطلق؟ ريان 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 حمد بن محمد بن علي بن حاذا الكتبية يقدم لنا شعاره، بدا ينطلق بدا يغادر الكيل الأخير الكيل الخطير. يا أهل الثنايا يا أهل الأصايل، ريان 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 مع الصدارة ينطلق بشعاره في هذه اللحظات. بن حاذا بن حاذا يقدم لنا ريان حمد بن محمد بن حاذا الكتبية بشعاره بالإنجازات والبطولات بقيادة سالم بن شطيط الحبسية. الله يا الحبسي الله يا الحبسي، العصاب اشداده العصاب اشداده، ما عطاه الأوامر الحبسي ما عطاه الأوامر. ينطلق ريان ريان وإنجازاته الكبيرة وبطولاته. الله يا بن حاذا الله يا بن حاذا يقدم لنا أجمل العروض والعصاب الأبطان. أي تحدي أي صراع يا بن حاذا يا الحبسي يقدم لنا ريان والعصاب الأبطان. ريان والعصاب الأبطان غادر بالفوز غادر بالسلام بالفعل. ريان تشكر يا سالم يا بن شطيط يا الحبسي يا من قدم ريان بهذا الأداء المتميز ولحظة وصوله عصاته ببطانة تهانينا. والناموس المركز الثاني كان مبشر خلف بن راشد النايل الشامسي، والمركز الثالث كان متابعينا الكرام الشارد مظفر بن محمد بن خموشة العامري، والمركز الرابع كان مع المركز الرابع مزاح محمد بن حبتر بن ذيب الدرعي، والمركز الخامس المركز الخامس مياس راشد بن مرشود بن راشد المنصوري. إذا تهانينا والناموس لمالك ريان على هذا الفوز والانتصار. حمد بن محمد بن علي بن حاذا الكتبي، لحظات وصول ريان كما تشاهدون 7 دقائق 52 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ريان. بينما اللي احتل المركز الثاني كان مبشر خلف بن راشد النايلي الشامسي، وتوقيته الزمني ولحظة وصوله 7 دقائق 59 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي احتل المركز الثالث كان الشارد مظفر بن محمد بن خموشة العامري، وتوقيته الزمني 7 دقائق 8 دقائق 3 ثواني، جزء وحيد من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.